بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا بكم أعزائي أولياء أمور وطلبة وطلبات جريد 5. هنكمل برضو بقية الدرس بتاعنا، يعني بنتكلم عن dividing fraction، برضو تمارين كتاب المعاصر. ولينا find the result of each of the following، أنا عايز الناتج بتاع الإيه المسألة اللي قدامنا دي. طبعا هنا brackets، هنحل brackets الأول طبيعي، يعني أي مسألة any questions في brackets لازم تحل brackets الأول. طيب دي divide مفيش فيها مشكلة، ما دام هنا ديفايد وهنا ديفايد خلاص نعملها كانها مساله واحده. ازاي يا مستر؟ 3 اوفر 7 ديت هتتقلب باي 6 اوفر 10 تبقى 10 اوفر 6، دي برضه هتتقلب عشان ديفايد وديفايد. 4 اوفر 7 هتبقى 7 اوفر 4. ماشي؟ يلا بقى شوف ايه اللي هيروح مع التاني. لو جيت تبص هتلاقي 7 ده يروح مع 7 ده. 3 تايمز ايه يديني 6؟ 3 تايمز 2، حط 2 جنب البيجر. 10 ديفايد 2 يديني 5، شيل دي واشيل دي واقوم حاطط ايه؟ 5. الريمندر عندي هنا 4 وهنا 5، فالريزلت عندي هيكون 5 اوفر ايه؟ 4. بالراحه خالص كده هتيجي تبص هتلاقي المساله سهله جدا مش صعبه. طيب دي شوف هنعمل ايه؟ 5 اوفر 16 الديفايد تبقى باي 3 اوفر 10 هتتشقلب هتبقى 8 اوفر 3. الباي ديت زي ما هي ما بالظبط كده. ماشي؟ تعالى كده يلا نعمل سمبليفاي. ال 5 دي تروح مع ال 5 دي. ابدا بالارقام الصغيره 3. 3 باي 8 يديني 8 مفيش، 3 باي يديني 4 مفيش، خلاص ماشي. 4 باي 8 يديني 3 مفيش، 4 باي يديني 16 4 باي 4، تشيل دي وتشيل دي وتحط ال 4. لو جيت تلاحظ هتلاقي ال 8 مع ال 4 ينفع تعملها ديفايد فهات 2. فالريزلت عندي هيكون عندي 2 اوفر 3. مسائل مهمة وطبيعي جدا الولد هيكرهها، فبالراحة خالص عليه. بالراحة خالص عليه. طيب. ديت اعمل الأول الكونفرت بتاعي 2 باي 3 6 بلس 1 ايكوالز 7 اوفر 2. 2 باي 2 4 بلس 1 ايكوالز 5 اوفر 2. ماشي؟ دي باي. الديفايد ديت هتتقلب هتبقى ملتبلاي، ودي برضه ايه تتقلب هتبقى 4 اوفر 35. يلا نعمل السمبليفاي بتاعنا. ها في حاجه مكرره؟ لا. عندي اهو 2 باي 2 ايكوالز 4، دي تروح مع دي تروح مع دي، لازم اكون لماح. و5 باي 7 ايكوالز 35 تروح مع 35 دي برضه، يبقى الريزلت عندي هيكون ايه؟ 1. هيكون ايه؟ 1. هنا 5 اوفر 16 تتكتب زي ما هي، الديفايد تبقى باي 3 اوفر 8 تتشقلب هتبقى 8 اوفر ايه ده؟ ايه ده؟ احنا مش حللنا من شويه باين؟ باي 4 اوفر 5 حللنا من شويه ولا ايه؟ حللنا؟ لا ما حللناش. المهم ال 5 دي تروح مع ال 5 دي. حللنا 3 باي يديني 8 ما تنفعش، هتبقى 3 باي 2 ولا تنفع. حليناها هتبقى ديت 4 2 2 اوفر 3. ماشي ديت 3 اوفر 2 ماينس 1 اوفر 2 ديفايد 5 اوفر 8. هنا فراكشن سبتراكت عادي جدا هتبقى 2 زي ما هي، 3 ماينس 1 ايكوالز 2 بقت 2 اوفر 2 يديني 1. 1 ديفايد هتبقى باي 5 اوفر 8 هتتشقلب هتبقى 8 اوفر 5. يبقى 1 باي 8 اوفر 5 هتبقى هي 8 اوفر 5. تمام؟ طيب تعالى هنا 1 ديفايد 1 اوفر 5، ال 1 زي ما هي ديفايد ديت هتبقى باي 1 اوفر 5 تبقى 5 اوفر 1، ده يروح مع ده تفضل لي 5. 5 ماينس 2 اند هاف يعني 5 ناقص 2 ونص بالعربي كده، 5 جنيه صرفت منهم 2 ونص، اللي تفضل لك عندك ايه؟ برضه 2 ونص 2 اند هاف. مسألة ما دام فيها يعني حاجة حياتية شوية من الحياة عادي. طب دي يا مستر شكلها صعبة. هنا عندنا بيقول هنا 9 اوفر 9 يديني 1. 9 اوفر 9 يديني 1، بقت 1 بلس 3 ايكوالز 4. 4 ديت هعمل لها كونفيرت 3 باي 5 15 بلس 1 ايكوال 16 اوفر 5. ماشي. قلنا 4 خلاص دي طلعت 4، الديفايد هتبقى باي 16 اوفر 5 هتبقى 5 اوفر 16. 4 باي 8 اديني 16 4 باي 4 بقت 5 اوفر ايه؟ 4.
ماشي تمام. هنا عندي بقى اللي بيقول لي 3 divide 1 over 3. 3 divide 1 over 3. طبعا هنحل السايدز دي وبعد كده نشوف مين الايه الكبير منها. طبعا فكره سهله هتقعد وقت طويل جدا مش مشكله. 1 minus 3 over 7 نمبر اي، يعني لما بحس ان في مثلا مساله هتقف على اي ولي امر بحلها يعني من نفسي يعني. 1 minus 3 over 7 ال 1 ده اصله كام على كام؟ ال 1 ده ممكن يكون 5 over 5، 6 over 6، 7 over 7، 9 over 9، اي any number divide itself، اي رقم على نفسه. طب انا هعرف منين هنا؟ بص هنا على الديمنيتورز بتاعه هنا ايه؟ 7. فهيكون هنا اصله ايه؟ 7 over 7، يبقى ال 1 ده اصله ايه؟ 7 over 7. بس وحل عادي بقى. ال 7 ديمنيتورز باخد منها واحده و7 minus 3 equals 4. بقت 4 over 7. طب دي هتحلها بقى وتعرف مين الايه؟ الكبير عندك. هتحلها وتعرف مين الايه؟ الكبير، مفيش فيها مشكله خالص. طيب. يبقى يا جماعه مفيش فيها حاجه صعبه برضو يعتبر. الحصه اللي هتقعدوا مع اولادكم بتاعت النهارده ان انتم تدوا لهم الجزئين دول، ما تديش الحته الثالثه دي ابدا. يا ريت يا ريت تسمعوا كلامي معلش بالراحه خالص. المعلومه لما بتدخل بالراحه، الماس بالذات لما بيدخل بالراحه كده في دماغ الولد بتبقى داخله بهداوه، بيبقى فاهم، غلطاته بتبقى قليله. خلاص لازم احس بالواد كده وانا قاعد معاه، وانا قاعده معاه اشوف هل يا ترى عنده قابليه انه يفهم، هل يا ترى فاهم فعلا ولا بيريحني ولا بيحفظ. وما احاول بقدر الامكان ما اتعصبش عليه، لان القعده مع بعض ديت بتكسبكم حاجات كتيره جدا كتيره جدا جدا جدا. فاتمنى ان انتوا بس ايه يكونوا ماشيين مظبوط، ما تتضايقوش ولا تتخانقوا ان انتوا بتشرحوا لهم المناهج. في ناس بتمشي في الموضوع وبتمل، يعني اخرهم ترم اخرهم ترم. يعني بمعنى اصح كان في مثلا اولياء امور، امهات، مش هقول مثلا ابهات، امهات يتابعوا يعملوا مثلا ايه، ان انا هتابع مع الولد ومش هديله دروس خصوصيه، تمام ماشي، ولا هديله حتى مجموعات، وانا اللي اتابع معه مع الاولاد كلهم. يمشي ترم ان هي مثلا بتتابع على الجروبات، بتتابع على اليوتيوب والكلام من ده، الولد يجي في الترم الاول يجيب درجات مش كويسه. تقول الام تقوم قايله ايه؟ لا انا فشلت، ملهاش لازمه، الولد هيضيع مني، لا الدروس احسن، وموضوع اليوتيوب ده والمتابعه اونلاين ده نظام فاشل. حصلت فعلا، انا ما بقولش كلام من دماغي كده، لا حصلت. ومعظم الامهات، معظم 85% من الامهات او الاباء عامه ما بيكملوش، 85% من اللي بيتابع اونلاين ما بيكملوش. يوم ما يعني يستحمل قوي سنه دراسيه واحده، بعد كده يقول لك لا حرمت اجيب مدرس احسن. طب هل يا ترى المتابعه اونلاين ده لها اسس؟ اه طبعا لها اسس علشان ابقى مرتاح. انا لو قلت لكم الناس اللي هم الامهات اللي ناجحين مع اولادهم، قسما بالله حاجه تفرح، حاجه تفرح. ولا اجدعها مدرسه، مش هقول لك مدرس، ولا اجدع مدرسه. ليه؟ في نظام، مش شغل عشوائي. الام مثلا مشتركه، معلش يعني اعذروني في الكلمه اللي انا بقولها، مشتركه في 500 جروب، الحق المدرس ما اعرفش ايه فلان فلان، هنزل النهارده بعد العشاء مذكره ما اعرفش ايه في التعبير، هوب اعملوا لايك، اعملوا تم عشان هبعتها لكم. كل يوم داخل عملوا لايك وتم. ما اعرفش في مذكره هنزلها بعد اسبوعين، ما اعرفش ايه مذكره ماس، مذكره هيجي منها الامتحان، توقعاتي ما اعرفش ايه الكلام ده في الفاضي. انا لازم يكون عندي مصدر واحد، مصدر واحد يوتيوب، ومصدر واحد الكتب. عايزين رايي؟ انا قلتها في فيديو قبل كده، عايزين رايي؟ مصدر واحد يوتيوب انتوا بتعتمدوا عليه، بتدوروا عليه، تشوفوا اي قناه انتوا مرتاحين معاها، مش شرط انا والله العظيم، اي قناه انتوا مرتاحين معاها هي ايه؟ تابعوا معاها، خلاص ماشي اتابع مع المستر ده. طب المصدر التعليمي او المذكرات والملازم والحاجات ديت، الله اهم سؤال. تسمعوا كلامي، كل واحده تشيل نفسها من على الجروبات والله خالص، وتعتمدوا على مصدر واحد بس، الا وهو موقع ذكرولي التعليم. اكتبوا كده على السيرش هنا، موقع ذكرولي، انا اكتبها لكم كده، ذكرولي. الموقع ده ممتاز جدا 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 جدا. ليه بقى؟ بيجيب شغل. اولا الكتب الخارجيه، يعني انت مثلا معاك كتاب خارجي، نفسك في كتاب خارجي
مثلا الاضواء هتلاقيه بتنزليه وتطبعيه، لازم يكون عندك طبعا تطبعيه. امتحانات مثلا بتنزل مذكرات المدارس، ملازم المدارس بتنزلها، المراجعات اللي هي فعلا تستحق لقب مراجعه، مش كلام فاضي، مش ورقتين مكتوبين بالعافيه على الوورد ويعني حاجه زفت ويقول لك ده احلى ملزمه. لا طبعا، بتنزل لك مثلا كتاب قطر الندى يصلح التلميذ. انا مش بعمل دعايه، بس هي فعلا الاستاذه رانيا تستاهل فعلا، ان عامله جهد جبار، عامله جهد جبار. احسن مصدر تقدروا تعتمدوا عليه وانتم مطمنين هو المصدر ده، جاب لك كتب كتيره، امتحانات كتيره. انتم متخيلين ان هي بتيجي في المراجعات في اخر الترم كده، ترم اول وترم تاني، بتعمل لكم امتحانات اكتر من 60 70 امتحان، جايبه امتحانات الاضواء على الـ على الـ امتحانات المعاصر في الماس، انا كان في الماس دلوقتي، المعاصر على الاضواء على كتب على المدارس، وتدمجهم كده في كتاب واحد. يعني عايزين اكتر من كده؟ انتوا لو لفيتوا الفيس مش هتلاقوه. اما الفيس ده خايله، ده يجيب روشه في الدماغ، يجيب روشه، وكل واحد عندها مشكله، عايزين الوزير يشيل من نفس المسلسل بتاع والله بقاله 10 سنين، كل سنه يجي او مجموعه كده يقول لك ايه، عايزين الوزير من طالب الوزير انه يشيل شويه من المناهج، احنا ما بنعرفش الوزير الولد بيصحى متاخر. ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.